إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عمار بعد دمار إن النيران التي اشتعلت دمرت وخربت وأحرقت ويتمت ورملت وشتتت كل ذلك واقع بفعل النيران والله عز وجل يعلم من فعل فهو الذي يعلم السر وأخفى لابد أن تنصرف جهودنا الآن بعد مرحلة الإغاثة إلى مرحلة الإعمار فبعد الدمار يأتي العمار أمرنا رب العزة جل جلاله أن نعمر الأرض نعمرها بالعمران بالتشجير نعمرها بالأمل نعمرها بالتعاون وقد قال ربنا جل جلاله في آية القرآن وتعاونوا على البر والتقوى ونبينا صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه وبصرنا القرآن بأن الأموال التي نملك بأن النعم التي أوتيناها هي من الله وربنا أمرنا بالإنفاق بما نملك من يملك رأياً سديداً ينفق برأيه السديد فالرأي رزق ونعمة وقد قال الشاعر المتنبي شاعر الحكمة الرأي قبل شجاعة الشجعان هو الأول وهي في المحل الثاني من يملك جهدا يبذل من جهده من يملك مالا يبذل من ماله والآية الجامعة قوله تعالى في سورة الحديد في الآية السابعة وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فما نملكه ليس على وجه التأبيد بل هو على وجه التأقيت لأن المال سيزول أو سيؤول إما سيزول أو سيؤول سيؤول إلى الخلفاء والخلفاء هم ورثة المورث فكل وارث يتحول إلى مورث فالمال مال الله هو المالك الأصل للأشياء ولكن نحن معاشر البشر نملك الأموال مؤقتاً
ستزول أو ستؤول، بدليل قوله تعالى في الصورة نفسها وفي الآية العاشرة من صورة الحديد: ولله ميراث السماوات والأرض. إذن الله هو الذي يملك المال ويملك الأشياء ابتداء وأثناء وانتهاء، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فملكيتنا للأشياء هي ملكية استخلاف، هي ملكية تفويض، هي ملكية إنابة. أما المالك الحقيقي هو الله. الدليل في الآية العاشرة من سورة الحديد: ولله ميراث السماوات والأرض. لذلك أمرنا في آية أخرى بالاستباق إلى الإنفاق، في مثل قوله تعالى في سورة آل عمران في الآية 133: وسارعوا، وفي قراءة سارعوا، في سورة الحديد الآية رقم 20: سابقوا. أذكروا الكلمات الأولى من الآيات: سابقوا. إذن سورة العمران سارعوا وسارعوا، سورة الحديد سابقوا، سورة البقرة الآية 148 ربنا يقول فاستبقوا، فاستبقوا الخيرات. وفي سورة المائدة الآية 48: فاستبقوا، أي فاستبقوا الخيرات. إذن هذه الآيات آيات الاستباق، تدعونا إلى الاستباق والسرعة والتسارع والتنافس إلى فعل الخير. وقد جاء الخير مطلقا في القرآن، كما في سورة الحج في الآية 77: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. هناك من قدم خيرا كثيرا في هذه الأيام العصيبة، أنه شارك في إطفاء النيران. هناك من أنقذ غيره وضحى بنفسه ومات واستشهد. هناك 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 في وقت الأزمات تبرز البطولات، في وقت الأزمات تمحص الشخصيات والكفاءات، فالأزمة تلد الهمة، وفي الأزمة تعرف الرجولات. وقد صدق الشاعر: جزى الله المصائب كل خير ففي قلبها ولد الرجال. نتعاون جميعا على تحقيق العمار بعد الدمار، والله ولينا جميعا. أستغفر الله لي ولكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المرسلين. هذه الأرض التي نعيش فيها ونعيش عليها هي نعمة من نعم الله عز وجل. فوق الأرض نبني المساجد، فوق الأرض نبني المساكن، فوق الأرض نغرس الأشجار، فوق الأرض نبني المصانع. نعيش من هذه الأرض، نعيش من خيراتها. هذه الأرض لو نطقت لاشتكت إلى خالقها ظلم البشر. هذه الأرض لا تريد أن تحرق عندنا أو عند غيرنا. أحدثكم بمنطق البشرية، بمنطق الإنسانية. نؤمن بإله واحد رب البشر، هو الذي قال لنا في سورة الحجرات في الآية 13:
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ما قال الله عز وجل من أجل الفتن؟ ما خلقناكم من أجل الفتن، ولا من أجل إزهاق الأرواح، ولا إسالة الدماء، ولا إثارة الفتن. أعمارنا قصيرة ولو طالت، وكلنا إلى زوال سنلقى الله حتما. قال ربنا في سورة البقرة في الآية 281: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إذن هذه الأرض لو نطقت لاشتكت إلى رب العزة جل جلاله ظلم البشر. ولكن ماذا نقول؟ كما قال أحدهم: أحببتك يا أرض من يوم علمت أنك أمي، من يومها أشكو إليك همومي. أحببتك فتعلمت منك الكثير، علمتني يا أرض فن الممات، ومن بعد الموت كيف الحياة. علمتني يا أرض كيف أحب أحزاني وأبعد من قلبي العدوان. علمتني كيف أدفن أشجاني، علمتني شروط الإنسان. ليس بالأمر الهين أن يكون الإنسان إنسانا، ليس بالأمر الهين أن يكون الإنسان إنسانا. علمتني شروط الإنسان، يعلمني انفجار البركان فك القيود، يعلمني فارس الميدان رفع الورود. هكذا عرفتك وفية ترعين كل العهود، وفي وجهك قرأت أسمى معاني الخلود، وأسمع صرخاتك تدوي دوي الرعود. تنادين الناس للصلاة لجلال السجود، دمت للناس خير أم، خير أم رعاك رب الوجود. أرضنا أمنا، وكلنا مسؤول، لحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم ضحايا الحريق وتقبلهم من الشهداء. اللهم اجعلهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم الهم ذويهم وكلنا كلنا كذلك الصبر والسلوان واليقين والإيمان بقضائك وقدرك. اللهم وفقنا لعمارة ما خرب، اللهم زدنا إيمانا وتقوى ويقينا، اللهم زدنا ألفة وأخوة ووحدة ومحبة وسعادة. اللهم غير حالنا إلى أحسن حال، اللهم استرنا في الدنيا وفي الآخرة، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك. أعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. دعا الصلاة حين على الفلاح، قد أقام الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا استقيموا حمكم الله، استووا واعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.